السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر عايز بلوكس. ما كنتش عوال ندير هذا الفيديو هذا، ولكن كما خلاها سكوزا من حساب بيترز خلاوني ندير هذا الفيديو هذا، وانا ما كنباليش بهم كما تيقولوا، ولكن بغيت نزيد نصحح واحد الفيديو درتو، درت لكم هذه المراجعه ديال هذا الفيديو هذا. وصحابني انا الصراحه ملي كنت درت المراجعه ديال هذا خرجت بزاف مسافه كبيره، كما شفتوا المراجعه درتها في الاوت دور اللي هي في الهواء الطلق، وحاولت نقول لكم بالله هذا راه تيخدم تحت الماء. وانا الصراحه من خديت الادوات ديالي، خديت الطبله، خديت الكاميرا، خديت الترايكود، خديت بزاف الحوايج، ونسيت ما ديتش معايا الماء باش نجربوه في الماء. لذلك قلت واقيلا غادي تيقوني، الناس راه تيقوني، راه 1300 لايك، راه الناس راه الخير والبركه. كاين واحد 30 وحدين شي 35 واحد دار لي ديسلايك حيت ما تيقوش بالله هذا راه تيخدم في الماء ولا تحت الماء ولا مضاد للمياه. وانا قلت لكم راه مضاد للمياه، درتها لكم غير في العنوان. قال لي واحد علاش تكذب، قال لي الاخر علاش ما جربتيش في الماء. انا خوتي راني غير نسيت، راني ديت بزاف ديال الثقل ونسيت ما ديتش معايا الماء، حيت حتى مشيت انا حليت الانبوكس، حيت اول مره غنفتح العلبه ديال هذا قريت عليه لقيتو راه خدمت في الماء ولا مضاد للمياه ولا عوم به ولا غسل به ظهرك ولا اللي بغيتي، وهو راه خدام. لذلك راه حاولت نجيب معايا هو الماء وهو العصير. غادي نضرب الدقيقه على الحساده، وان شاء الله بحول الله نسيو هذا الباف هذا اللي كتبت لكم في العنوان. يمكن زعما تقدر تخدمو تحت الماء. غادي نشدو شي موسيقى. سمحوا لي الموسيقى غادي تبان عيانه حيت انا غنقلب غير على شي موسيقى اللي ما فيهاش حقوق الملكيه باش ما نصدقوش المشاكل. المهم نقلب على شي ديسك ديال جنان الكرما ولا من دار لدار. المهم هذه الموسيقى مزيانه، غادي تكون ماشي ما فيهاش حقوق الملكيه. سمحوا لي بزاف، غادي من تكون الموسيقى ما غاديش تسمعوني حيت ما دايرش الميكروفون. غادي نطلق الموسيقى وغادي نبقى ندير العمليه. اول حاجه شنو غندير، هنهز هذا الباف وغنحطو في هذا الماء هذا اللي هنايا. الحساده غيقولوا لي هذا راه ماشي ما، غنبقى نهزو بيدي وكنخويه في الباف باش تشوفوا بالله راه الماء تيتخوى على هذا الباف هذا، يعني باش يتيقوا شي وحدين وصافي، باش ما نصدقوش حنا تنكتبوا في العناوين ولا شي حاجه. ولذلك غادي تكون الموسيقى مجهده، ما غاديش تقدر تسمعوني، غادي نبقى نخربق بيدي. يلا بيس ليكم ونبقاو في التجربه. غيزيدوا الحساده غيقولوا لي هذا راه ماشي ما. المهم داكشي علاش جبت لهم عاوتاني واحد الكاس ديال الماء هنايا. ها هو كاس عامر حطيته هنايا. طلق لي موسيقى بن عيسى. هاو Thank you.
خوتي خواتاتي، نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه، والحساده نتمنى تكونوا دابا بالله تعرفوا بالله، راه ما تنكذبش في العناوين وما كنكذبش في الفيديوهات ديالي. انا راه ما تنتسوق لحتى شي واحد الصراحه، ما كنتسوق لحتى شي واحد، غير بغيت نزيد نجرب لكم بالله. هذا راه تيخدم في الماء وكذا، يخدم تقدر تدوش به، تقدر تغسل به دارك كما قلت للحساده. اما الناس اللي تيشوفوا ناصر عايز فلوكس، كما تنقول لكم بالله راكم العائله ديالي. ما عنديش نقول لكم بالله تيقوا ولا ما تيقوش، حيت انا عارفكم تتيقوا فيا. اي حاجه درتها في يوتيوب القناه ديالكم ناصر عايز بلوكس تتكون موثوق بها، ما فيهاش كذوب، ما فيها حتى شي حاجه. لذلك هيترز، نتمنى يعجبكم الفيديو، هذا الفيديو هذا غير الحساده، نتمنى يعجبكم. وتا الى عجبكم المنتوج غادي تلقاو الرابط ديال الشراء ديالو في الديسكريبشن لينك. غنطلقوا الموسيقى وغادي وغنقول لكم تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما عجبكمش ديروا ديسلايك، غنعرف غير الحساده هما اللي تيديروا ديسلايك. كنتي جديد على القناه ديالي، دير سبسكرايب ولا ابوني ولا اشتراك باش تنضم لاكثر من 75 الف فرد العائله. ماشي فان، ماشي شي حاجه اخرى، عائله. بيس ليكم. Thank you.